إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاليوم الجمعة، وهو الموافق للخامس عشر من شهر الله المحرم لسنة 1431 من هجرة خير من وطئ الحصى بنا عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونبدأ مجموعة من الخطب عنوانها من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. وأستل هذه الفوائد من الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه ابن حبان ورواه البيهقي في دلائل النبوة ورواه غيرهم مختصراً، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله 10 سنين يتبع الحاج في الموسم وبمجنة وعكاظ، ويذهب إليهم في ديارهم في منى، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فلا يجد من يؤويه ولا من ينصره، حتى أن الرجل لا يخرج من مضر أو من اليمن إلى ذي رحمه في مكة، فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غرام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله عز وجل إليه من يثرب، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به فيقرئه القرآن، فينقلب الرجل إلى أهله يقرأ عليهم القرآن
حتى لم يبق دار في يثرب إلا وفيه رهط من المسلمين يظهر الإسلام. ثم ائتمرنا واجتمعنا 70 رجلا فقلنا إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ فواعدناه الموسم في شعب العقبة. فلما رآنا العباس قال: يا ابن أخي، أنا لا أدري ما هؤلاء القوم، أنا ذو معرفة بأهل يثرب. قال: فيجيئه الرجل والرجلان، فيقول العباس: يا ابن أخي، أنا لا أعرف هؤلاء أحداث. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ فقال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون فيه لومة لائم، وعلى أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وإذا جئتكم في يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقام أسعد بن زرارة فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم، وكان أصغر 70، فقال لهم: إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن هذه المبايعة هي مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما إنكم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم، وعلى قتل خياركم، وعلى إخراج العرب إياكم، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة أو جبينة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا له: أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنة. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا عرفت شرف ما تطلب هان عليك ما تبذل. وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يستقر في أذهان شبابنا الذين هم عدتنا، وهم الذين يرسمون ضمير الأمة في زمن تحول فيه كثير من الأشياء، ولا أريد أن أقول تحول فيه كل شيء. يظل النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كاملة يتبع الحاج في المواسم، أي في زمان الحج، وفي مجنة، وفي عكاظ، أسواق يجتمع فيها الناس، ويذهب إليهم في منازلهم في منى،
يقول: من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فلا يجد من يؤويه ولا من ينصره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء خالف كثيرا من أعراف الجاهلية، أقر منها بعضها لكن خالف أكثرها، لأن أكثر هذه الأعراف إنما وضعها السادة في قريش وهي تخدم مصالحهم، وكانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، كانوا يعرفونها حق المعرفة برغم أنهم كفرة. لماذا أبت العرب أن تقول هذه الكلمة وتجنب نفسها ويلات الحروب؟ فقدوا في الحروب خيارهم وسادتهم، وفقدوا أعراضهم سبايا، وبذلوا كثيرا من أموالهم، وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم كانوا يعرفون معناها وأنه لا سيادة لهم، وأن أهواءهم ستزول بمجيء هذا الدين الذي يسوي بين أبي جهل وبين بلال بن رباح. والدين يأتي كثيرا على خلاف الهوى، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إذا رأيت العالم آثر الدنيا فاعلم أنه لا بد أن يقول على الله غير الحق، لأن أحكام الله عز وجل كثيرا ما تجيء على خلاف أهواء البشر. وقد رأينا هذا الضرب كيف غير أحكام الله من أجل السياسة. كان يقول قديما: ختان النساء مشروع، صار الآن يقول: ليس من الإسلام في شيء. كان قديما يقول: النقاب مشروع، صار يقول اليوم: ليس من الإسلام في شيء. وهكذا دواليك، إذا آثر الدنيا كذب على الله وغير الأحكام، ويا ويله إن لم يتب من يوم يقف الناس فيه عراه بين يدي الله لا يضلهم إلا عملهم. فهذه الشريعة الغراء ما أتت لتوافق أهواء قبيلة ولا أهواء جيل، إنما جاءت لتجعل كلمة الله هي العليا، وهي عليا دائما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يؤويني ومن ينصرني؟ وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى الله عز وجل إذا استطاع أن يجد رجلا من أهل الوجاهة فيرتكل إليه فهذا جيد، لأن هذا الرجل سيمنع بوجاهته السفهاء أن يطالوا هذا الداعية وأن يتكلموا عليه غير الحق. ولذلك كان زمان في العرب شيء يعرف بالجوار: أنا جار لك، يعني أنت في حمايتي. وما كان يجير عند العرب قديما إلا السادة. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جبير بن مطعم
ابن عدي رضي الله عنه أنه لما وقعت غزوة بدر وأسر نفر من المشركين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا لأطلقت له هؤلاء النتنى، يقصد أسرى قريش، وفاء وهو سيد الأوفياء. ماذا فعل المطعم ابن عدي حتى أنه لو كان حيا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطلق أسرى قريش، لأطلقهم من أجله؟ إنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلته من الطائف، وأنتم تعرفون رحلة الطائف وكيف كانت دامية، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهموما على وجهه حتى لم يفق إلا بقرن الثعالب، وناداه ملك الجبال وقال: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان في مكة. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحده أو يعبده لا يشرك به شيئا. رجع من رحلة الطائف مكسور الخاطر، فأجاره المطعم ابن عدي. وروى الفاكهي في أخبار مكة بسند مرسل حسن أن المطعم ابن عدي أمر أربعة من أبنائه أن يلبسوا السلاح وأن يقف كل واحد على ركن من أركان الكعبة حتى لا يؤذي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف إلى بعض كبرائهم ليحمله حتى يبلغ دعوة ربه. وعند البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا بكرة وعشية، فلما اشتد أذى المشركين خرج أبو بكر جهة الساحل مهاجرا، فلقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتكسب المعدوم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا جار لك. وابن الدغنة كان إذ ذاك كافرا، لكنه رجل عاقل. الأرض المشؤومة التي لا يخرج زرعها إلا نكدا هي الأرض التي تطرد صالحيها، تطرد الفضلاء منها. هذا رجل يكسب المعدوم، يقري الضيف، يحمل الكل، يعين على نوائب الحق، ما هذا تقوية لأركان الدولة أن يقوم فرد بأعباء دولة. لكن الأرض الفاسدة هي التي تطرد صالحيها وتطاردهم حتى ينتفع بهم غيرها.
كم من عقول كبيرة ونفوس فاضلة فرت من ديار المسلمين إلى ديار الكافرين، فلقيت هنالك الترحيب ولقيت السعة فصاروا علماء في الدنيا. فلما صاروا علماء تبجحنا بهم وقلنا: هذا الرجل من مصر، هذا العبقري اللي هو على ذروة جزئية علمية في الدنيا الآن مصري، وهو لو ظل هنا أو ظل في أي بلد آخر من بلاد المسلمين لقتلوه. لا أقصد القتل طبعا وهو إزهاق الروح، لقتلوا فيه هذه الموهبة، فضلا عن الأخيار أصحاب الديانة الذين فروا في بقاع الأرض هربا من بطش الجبابرة. فهذا رجل عاقل يقول: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه ولا يجوز لأحد أن يخرجه، ارجع وأنا جار لك. ثم انطلق ابن دغنة عشية إلى أشراف قريش وهم عند البيت، فقال لهم: إن أبا بكر في جواري. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، لم يقل له أحد لما هذا صبا وخرج عن ديننا وعاب آلهتنا، لم يقل له واحد هذا الكلام، إنما اشترطوا عليه شرطا، قالوا: بشرط ألا يستعلن بعبادته وليصلي في داره ما شاء ولا يخرج خارج الدار فيصلي مثلا. فلبث أبو بكر ما شاء الله له أن يلبث، وقد ابتنى لنفسه مسجدا داخل الدار، ثم بدا له أن يبني مسجدا خارج الدار، وبدأ يصلي أبو بكر خارج الدار، وكان رجلا أسيفا كثير الحزن والأسف، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فجعل يصلي ويبكي، فتقذف عليه نساء المشركين وأولادهم، ورأوا منظرا عجيبا لم يروه قبل ذلك. فدعا كفار قريش ابن الدغنة وقالوا: ما على هذا اتفقنا؟ اتفقنا على ألا يستعلن بهذا، وإنا نخشى على نسائنا وأبنائنا. فجاء ابن الدغنة أبا بكر وقال له: يا أبا بكر، صل داخل دارك ما شئت، ولا تستعلن بهذا، فإني أكره أن أخفر جواري وأن تتحدث العرب بذلك. أخفر جواري يعني واحد يضربه، يلقى أبا بكر فيضربه، يبدأ معناها أنه ضرب ابن الدغنة، لو أهان أبا بكر يبقى أهان ابن الدغنة، وهو حريص على سمعته في العرب. فقال: إما أن ترد علي جواري، وإما أن تصلي داخل دارك. فقال: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. أبين لك ما معنى الجار، وأن فلانا إذا أجار فلانا صار هو كهو، لا فرق بينهما. لكن المستضعفين من المؤمنين، أبو بكر كان من قبيلة قوية، كما أن عمر بن الخطاب كان كذلك،
طب أين المستضعفون؟ المستضعفون أرادوا جاراً آخر، ليس في مكة من يجيرهم، فهاجروا إلى الحبشة. وكان النجاشي خير جار، لذلك أغرى قريشاً أن ترسل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي ليرد لهم هؤلاء. النجاشي رجل ليس مكيا، هذا رجل أعجمي وليس عنده من الحاسة القبلية والعصبية ما يدافع به عن هؤلاء. وقريش عملت زي ما نقول اليوم الانتربول الدولي، تتفق الدول على أن تسلم المطلوبين الهاربين. ليه؟ ليس لهم جار من يجيرهم. فظنوا أن النجاشي الذي لا يتمتع بالعصبية القبلية أنه سيسلمهم إلى هؤلاء بمجرد أن يبشعوا صورتهم عنده. جاء عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي وقال: لقد صبى إلى بلد الملك غلمان سفهاء، فارقوا دينهم ولم يدخلوا دينك، استفزاز، وأتوا بدين جديد مخترع لا نعرفه نحن ولا أنت، فأرسل إلينا أعمامهم وآباؤهم وعشائرهم، وهم أعلى بهم عينا وأعرف بهم، أن تسلمهم إلينا. قال النجاشي: لا هيم الله، لا أسلمهم إليكم حتى أسمع كلامهم. رجال جاءوا فاتخذوني جارا، فكيف أسلمهم؟ إلى آخر القصة الماتعة. ورجع كلاهما بخفي حنين. الرجال الأقوياء من ذوي الوجاهة يخدمون الدعوة، لكن لا بد أن تعرف من هؤلاء. الأنساب قلت المعرفة بها في هذا الزمان، ولم أعد أحد يكترث بنسب أحد. وبكل أسف لا أنا ولا أنت إلا من شاء الله، وهم أندر من الكبريت الأحمر، يستطيع أن يرفع نسبه فوق 4 آباء. هل تستطيع أن ترفع نسبك إلى أحد من العرب؟ لا. يقول لك الاسم ثلاثي، الاسم رباعي، حتى الأشراف الذين يتكلمون في الأنساب بعضهم أدعياء، ولا أقول كلهم، فإن الناس يؤتمنون على أنسابهم، لكن ضاعت الأنساب، فصار النسب اليوم هو المال والسلطان. أصحاب المال حتى تركن إلى واحد منهم تبذل حشاشة نفسك لتعرف أهو من النبلاء أم من الصنف الآخر. أرجل طيب، نعم، ويساعدك ويساعد الدعوة والكلام ده، لكن أول ما تبدو البارقة السيف يهرب منك، وقد يتهمك ولبسك القضية.
فأنت إذا أردت أن تختار رجلاً ليقوم بدعوتك لابد أن تكون حصيفاً عارفاً بسجاياه الشخصية وصفاته الذاتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنني سأتمم الكلام على خطبتي بعد الصلاة إن شاء الله، فإني أشعر بشيء من الإرهاق في الوقوف، فسأتمم المعنى بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.